FM. الكلمة ليك. الانترفيو دو جور. الانترفيو دو جور. جلسة مغلقة تعقدت نهار الأربعاء وسرية نجم نقولوا تعقدت نهار الأربعاء جمعة قيادات شقوق النداء رضا بالحاج وحافظ قايد السبتي وقيادات أخرى في محاولة لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بينهم. قالوا سيدي تعرفش كيفاش انتخابات البلدية عندك بها تقرب، فما قضية المرحوم لطفي نقذ زاد توا باش تاكل بعضها، دونك كيفاش نعملوا لازمنا نتقابلوا ونقعدوا. كان تفسر لنا شوية شنو اللي صار والجلسة هذيا والله الجلسة الواقعة أنا ما كنتش موجود فيها، ما كنتش حتى معناها تبعتها كما من خلال معناها أصدقاء كانوا موجودين. شوف معناها النجم نقول كانت معناها قضية لطفي نقذ المرحوم الشهيد لطفي نقذ كانت معناها النجم نقول أنه ضربة قاسمة بالنسبة لنداء تونس اللي هو حزب حاكم معتبر إلى حد الآن حتى في معناها من ناحية الواقعية. لقاو أنه المجموعة هذه نعتقد أنه فيها العقلاء، ونجم نقول أنا حتى في سابق حديث قلت أنه الخلافات الموجودة بين الأطراف هذه ماهيش خلافات على برامج، ماهيش خلافات على رؤى، ماهيش خلافات معناها تنجم تقول تخلي اللي الحزب هذايا يتشظى بالطريقة هذه، هي خلافات شخصية أكثر منها تبنيت على الأنا الأعلى لكل واحد يحب يكون هو النمبر وان كما يقولوا، هو في الصدارة، هو الأولاني، هو اللي يحكم، هو اللي عنده معناه أدوات السلطة كما كان موجود مجموعة الأولانيين اللي خرج بيهم للرئيس الباجي قايد السبسي كي مشى للقصر. المجموعة هذه لقات أنها دخلت في نفق مظلم، ما عندها حتى مخرج، ما عندها حتى معناها مجال باش نجم ترجع الى معناها الطريق الصحيح الا انه يقعدوا على طاوله واحده هالفرق هذوما شقوق كما قلت انت معناها تصدع لنداء تونس. هذه معناها النجم كان يكون مش بالحد هذه، معناها نداء تونس كان ربما انه المجموعه اللي كانت خرجت من الصف كانت في الصف الاول ومشات الى المسؤوليات كانت لو خليت نداء تونس يخدم وحاولوا باش يمأسوه مأسسة هذا الحزب، لانه في عامين ونص ما تنجمش تخلق حزب بالحجم تاع نداء تونس، كبر بنداء تونس، وانه توصل الى انه معناها يربح انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا عمل معناها كبير ياسر، معناها الناس برشا تستنقص معناها المجهود اللي عملته معناها المناضلين خاصة نتاع في الصف، مانيش نقول الصف الاول والصف الثاني، لكن المناضلين اللي شفتهم معناها على في ردهات معناها الوقت هذاك كيف معناها خاصة في خروج نداء تونس من معناها في نشأته من الاول اللي كانت النشأة نتاعو صعيبة ياسر، وكانت معناها عطات شهيدنا لطفي نقد وعطات معناها لعدة محطات كانت معناها ضد معناها روابط حماية الفوضى هذه اللي معناها كانت الجناح ربما نجم نقول، وهذا قالوه حتى السي العباسي قال الجناح العسكري نتاع النهضة. بكل هذه الوضعية اللي عشناها جميع تفرقت من بعد معناها تفرق الأحباب كما يقال، على أساس أنه هناك مجموعة تحب تستأثر بالسلطة، واستأثرت بالسلطة وبالقرارات اللي عندها أدى إلى انشطار وتشظي معناها نداء تونس. الآن هذه جلسة ربما وفاقية أنه يقولوا في معناها ما معناها معناها بخلاصة الواحد أنه جميع الأطراف هذه اللي هي كانت سبب في الوضع التأزم هذا الوضع يخرجوا من القيادة، تكون فما هناك قيادة معناها مستقلة، والقيادة هذه ما تمشيش ما تكونش مرشحة هي إلى في الانتخابات القادمة بالنسبة للمؤتمر نتاع نداء تونس إذا كان هذا تم بعد شهرين بعد ثلاثة ما نعرفوش قد معناها الوقت، لكن خير البر عاجله كما يقولوا، معناها تكون في أقرب وقت خير من تكون معناها على امتداد توا عام ونص، احنا من مارس تقريبا 2014 واحنا نقولوا باش نعملوا مؤتمر. يبدو أنه الوجهة نظر معناها هناك قربت أكثر، فما حتى من لين من طرف معناها سي حافظ قايد السبسي أنه مستعد باش يتنازل على المنصب نتاع
المدير التنفيذي ويبقي معناها الممثل القانوني. هذا في جدل ما معنى ما الفرق بين هذا وهذا. المجموعة نتاع السي رضا بالحاج رافضة أنه يكون هو معناها الممثل القانوني باعتبار ما صار معناها في الفترة الحقبة الأخيرة خاصة بعد مؤتمر هذا بين ظفرين تاع سوسة واللي هو كان سبب في معناها انشطار نداء تونس. الآن ما زالت هناك يبدو أنه مبادرة من السيد رئيس الدولة هي اللي باش تكون ربما الفيصل في خصوص لحد هذا. نعتقد أنه إن شاء الله تكون معناها بادرة خير كما يقولوا ونخرج من هذه الوضعية. والوضعية نعتقد أنه تنجم تخرج منها إذا كان كل واحد يطيح من روحه كما يقول ويتجاوز معناها الأنانية المفرطة متاع كل شخص. نعتقد أنه معناها الناس معناها تنجم ترجع إلى يرجع نداء تونس إلى ما نقولش سلف عهده لكن يرجع كمام إلى على الأقل نتجاوزوا هال معناها الخطايا هذه نتجاوزوا الحالة المزرية اللي وصلنا لها. والأحزاب السياسية هذه حتى نجم تقولوا حد في معناها تاريخ معناها المقارن بالنسبة للأحزاب السياسية عرفت معناها هذه تشوف ذكر في معناها التاريخ في حتى فرنسا في معناها ميتيران باش وصل 81 كانت هناك معناها معركة شرسة كبيرة ياسر ما بين معناها لاغوش بلوريال ما بين معناها في على ما أعتقد في 71 كان في مؤتمر ريبيني كان كلاو بعضهم وفيه معناها تشوفوا حتى في الانتخابات معناها الفرنسية الآن في اليمين كيفاش معناها انتخابات هولوز معناها ماهيش معناها متاع بون انفان كما يقولوا. لكن في كل حالات القدرة متاع الأشخاص هذوما عندي أنا تكون في التجاوز متاع الأخطاء وتجاوز متاع يعني من السلف كنترول يقول لك أخطأت ونرجع ثم أنه في الميزان أكثر منه أنه معناها المستقبل متاع البلاد والمشاكل متاع البلاد اللي نعانيو فيها والناس نسمعوا فيها كل يوم خاصة مع سي جودي خبير في الاقتصاد يقول لك احنا رانا واصلين للهاوية. وهذا حتى مع سيد رئيس الدولة قال الناس مش شاعر اللي احنا ماشيين فلسة حقيقية حتى أكثر من اليونانية. اليونانيين لقات شكون يعطيها 150 مليار معناها يورو واحنا ما لقيناش حتى شكون يعطينا مليار او نصفه او ربعه حتى كان يعطيك معناها بفايض مشت. وبالتالي يقول لك معناها هالمشاكل اللي طرحت معناها في نداء تونس اذا كان تاخذ في الجزئيات نتاعها تقول والله سي ان فونتان معناها ما تنجمش يكون انا معناها في خلاف معناها معنيش عقائدي مع الشخص هذايا او انه في خلاف معناها متجذر باش نجم انا نوصل الحاله. نشوف انه في البلاتوات كلها ولات نداء تونس تقريبا اكثر من عامين من زمان واحنا في نداء تونس في الازمه في الشق الاول شق ثاني شق مرزوق شق ومعناها وصلنا الى حاله ربما القانون وموضوع الساعه اليوم قضيه المرحوم والشهيد لطفي نقف توانسه الكل تحسوا بها القضيه هذه حتى اللي ما عندهمش انتماءات سياسيه. نداء تونس اليوم برشا عباد يحملوه مسؤوليه كبيره يقولوا كيفاش معناتها ناس ناضلوا ناس دخلوا حبوا يخدموا الحزب هذايا يلقاو هالمصير هذا. البارح في قناه التاسعه سمعنا زوج الشهيد لطفي نقد الكلام اللي قالته كلام في العمق كلام في الصميم. المراه قالت لك ما حاجتيش انا بتقارير الطبيه ما حاجتيش بحد شيء معناتها ريت راجلي كيفاش مضروب كيفاش مدمدم كيفاش في حال تحتي دار وموت كيفاش هدوه كيفاش خرجوه من بيروه كيفاش يوصل للقضاء نتاعنا. مانيش باش نحاول ناقش انا في الديسيزيون نتاع القاضي سي عم ستار معاك لكن الحيثيات وجهه نظر نتاعك كيفاش وصلنا للدرجه هذه كيفاش دي بريزومي معناتها اساسان ونعرفوهم ومعروفين بالعنف نتاعهم يلقاو رواحهم هكيكة تلقى وفهمتي احتفالات وزرده وكسكسي والناس فرحانه وبو معناتها توفى وصغار تيتموا ويرقوا روحهم بلاش حق. شوف والله في الواقع احنا توا في نجم نقول القضيه هذه هي قضيه من ماهيش نتاع مدام نقض معناها في حد ذاتها وهذا اتقال لكن مش حتى نتاع نداء تونس وحدها جميع القوى السياسيه نجم نقول التقدميه خاصه منها هذه تعتقد اني انه هذه القضيه هي قضيه معناها
معناها تهم الأمة بحالها وتهم الأمة بدرجة أولى، وخاصة في المرفق القضاء اللي أصبح معناها تكشف الآن العورة متاع هذا المرفق بدون أن معناها ندخل في حيثيات هذه القضية، ومعناها في صدور هذا الحكم كيفاش اصدر وكيفاش أنه مثل هذه القضايا معناها الناس ما خدمتش على تطوير معناها المنظومة القضائية. شوف الإشكال اللي عنا وهذا هو المعضلة الحقيقية بالنسبة اللي معناها الأحزاب السياسية، المعركة اللي صارت في خصوص المجلس الأعلى للقضاء، معركة كانت معركة متاع معناها ديكور معناها بروفيسيونيل لهذا يدافع على معناها استحقاقات معينة، هذا يحب 10 بقائع لكن يحب 3 بقائع من قضاة من محامين من عضو الإشهاد من عدالة الإشهاد العضو الإشهاد من معناها خبراء. شفتوا وكل معركة وشفتوا الخروج للشارع والمنابر الإعلامية كلها كانت تحكي على كيفاش معناها هذا المجلس الأعلى للقضاء هو معناها كما تقول أنت مساحة خاصة بمعناها دومين ريزيرفي نجم تقول كان للقضاة فقط في وقت اللي بدأت معناها هذيك المعركة في خصوص المجلس الأعلى في تكوين المجلس الأعلى للقضاء. المحامين يقول لك احنا عندنا حق باش نكونوا موجودين فيه وهذا من حقهم، والعضو التنفيذ كيف كيف، الخبراء يقول لك كيف كيف. هذه المحطة اللي معناها تعدات في 2014 ما كانتش معركة معناها في العمق معناها في البروفوندور، بمعنى معناها في عوض نقوله احنا شنو الاشكال اللي صار بعد 50 سنة القضاء هذية كيفاش وصلنا الى هذه الحالة وكيفاش انه أسوة بمعنى البلدان اللي تقدمت في معنى المنظومة القضائية، لأن المنظومة القضائية ما تهمش القاضي برك فقط الجالس، تهم المواطن، تهم معناها الكتابة متاع المحكمة، تهم معناها شنو وفرنا للقضاء من إمكانيات مادية من إمكانيات معناها لوجستية موجودة، كذلك المحامين كذلك الخبراء. هذا كل ما صارش، صارت العركة على شكون يكون في معنى عنده معنى اليد العليا في من خلال العدد قداش يكون معناها في معناها في المجلس هذا، وبالتالي الطرح الصحيح اللي كان ما شنو القضاء اللي نحبوه، القضاء هذا اللي احنا تو الان نشوفوا انه الناس معناها تشوف في حكم بعد 4 سنوات ناس كانت موقوفين، هذوما الاربعة كانوا متهمين بالقتل العمد معناها مع الاضمار يخرجوا بعدم سماع الدعوة. السائل ما هوش باش يحاشوا باش يكون معناها قانونجي وباش يكون معناها رجل قانون معناها معناها عنده باع وذراع باش يفسر لك الركن المادي والركن المعنوي، لا هذا كل يتجاوزوا. يقول لك يا اخوي المنظومة القضائية هذه الموجودة اللي نعتبرها انا قلت في هذا ما خدمتش الاحزاب السياسية ما خدمتش على هذه المنظومة باش تطورها، هذه المنظومة قعدنا في المنظومة القديمة معناها البالية هذه تحقيق ثم دارت اتهام ثم محكمة تعقيب نعاود نرجع وثم محكمة ثم استئناف ثم تعقيب وقضاة بثلاثة معناها يجلس أو في دير جنائي بخمسة قضاة. هذه منظومة معناها تجاوزتها الأحداث، احنا مالوريزمون ورثنا المنظومة الفرنسية معناها اللي هي منظومة متاع القضاء معناها كما خديناها كما هي من ناحية في تكوين متاع المحاكم، حاكم الناحية حاكم معناها المحاكم معناها المدنية والتجارية وغيرها، والحال انه تشوف انت معناها المنظومة الانجلوساكسونية هي متطورة عليك الى درجة كبيرة ياسر، انه القاضي يقضي معناها في الدائرة الجنائية او في الدائرة الجناحية يقضي وحده وما يتخباش وراء باش ياخذ قرار يقول لك راهو مسر المفاوضة هذا موجود ما تعرفش شكون قال معناه نحكمه بعام ولا بستة ولا بثلاثة ولا بعدم سماع الدعوة، لا تخليه هو قدام مصيره والحاكم القاضي يقضي بوجدان وصحيح، لكن عندك وقائع والوقائع هذه تكون معناها ثابتة وتكون معناها هناك حق دفاع ما يقع معناها احترامه، والمنظومة هذه كلها ما وقعش البحث فيها. قعدنا نتعاركوا على شكون يكون في الوحدة، وشفتوا حتى معناها موقف نتاع الجمعية والنقابة معناها في خصوص الانتخابات الأخيرة، معناها عرفتك اللي ماشيين معناها في قافلة تسير، الناس كلها في قافلة تسير، حتى في معناها في الميادين الأخرى، في الاقتصاد كيف كيف، في التربية كيف كيف، معناها الاشكال الكبير اللي تطرحه ورب ضارة النافع، انا نقول خليني نقول انا بعد هذا الالم اللي حسيناه
وصدمة صدمة صحيحة كبيرة ياسر، لكن معناها نقول أنه ذكرني هذايا ب شو اسمه قضية نتاع دريفوس نتاع إيميل زولا، كيفاش كتب وقتها جاكوز هذاك، نتذكروا كيفاش بعث رسالة طويلة، وهذه حتى رجعت لها أنا في الواقع في هذا، في هذايا في زمن معناها ألف عام، معناها بعثها الفيليكس فور، كان معناها قلب معناها المعطيات كلها نتاع قضيه، كانت معناها شخص مظلوم هذا ايميل زولاك، معناها كان في الجيش الفرنسي وتم اتهامه انه باع معناها اسرار الى الجيش الالماني، وفبركوا له ملف ثم ما حكم عليه معناها ابيربيت معناها مدى الحياه، وبعثوه الى الباني، ومن معناها الناس الأكثرية معناها نجم تقول في وقتها ما كانتش فما معناها المنظومة كما الآن عنا نتاع القوى الاجتماعية موجودة، معناها ضغط كبير عندك، وكانت فما صحافة، وكانت فما معناها وسائل إعلام وتقنيات جديدة نتاع من فيسبوك من التواصل معناها نتاع التواصل الاجتماعي، لكن كانت فما أقلام كانت حرة وكانت قوية كما إيميل زولا وقتها، كان معناها من الأقلام المعروفة ومعناها صحفي كبير، ثم أصبح كاتب بعد ذلك، كتب جاكوز هذه لاتر وبريزيدون دو لا ريبوبليك، معناها كتبها له وبعثها له، قال له في هذا البلد إذا كان يقع استباحة معناها الحقوق والحريات نتاع شخص معناها وهو الآن مظلوم، معناها أنت معناها هذه الدولة باش تنهار، واللي باش تعطيهولنا في التاريخ هذا سيكتب التاريخ في زمن ما، في زمن فيليكس فور معناها في التروازيام ريبوبليك الفرنسية آنذاك، باش يقول له هذا باش تقعد لك وصمة عار في جبين، اولا انك كرئيس دوله ما خديتش موقف، اثنين انه هذا المجتمع في معناه ما خداش موقف وكان منحاز او كان ديزانتريسي معناه بالنسبه لي هو، ونفس الحاله هذه نعيشوها اليوم في خصوص معناه قضيه لطفي نقض الله يرحمه. كذلك مازال لانه المؤشر هذا مؤشر خطير ياسر، لانك انت كي تاخذ هذه المحاكمه، خليني ندخل بعض الجزئيات والتفاصيل. شوف انت توا قضيه في نورنبرغ اللي معناها تنجم تقول اللي اجرموا في حق المانيا مع معناها مجموعه معناها هتلر وقت اللي تعداوا معناها للمحاكمه، ضربوا عام ونص، اولا قعدوا جي ستة شهور معناها في نورنبرغ حضروا في القاعه نتاع المحاكمه، وجابوا لها معناها جميع المترجمين معناها من انحاء العالم بالالمان بالانجليز بالفرنسويه باللغات الكل، ثم انه معناها المحاكمة كانت محاكمة معناها جدية، كانت فيها محامين وكانت فيها معناها قضاة معناها من أكبر القضاة الموجودين، خذوا من فرنسا من إنجلترا على كل بلاد خذوا واحد، ثم أنه في نهاية المطاف وقت اصدر الحكم وتم معناها الإعدام معناها هذه المجموعة، معناها كي ترجع تقرأ في التاريخ هذه المحاكمة محاكمة نيرنبرغ تقول ثم محاكمة كانت معناها ديني معناها بمحاكمة عادلة نجم نقول في معناها في ذلك الوقت. الآن نلقى في المنظومة اللي عنا القضائية اللي رجعت لها اللي هي منظومة معناها متاع نجم نقول ميزيرابل، خليني نقول الكلمة هذه خيرة أقوى، ما نلقاو انه في ثلاثة جلسات في هذه القضية كان ينجم الاختبارات اللي هي توا تقول فما اختبار الاول وثاني وثالث، راهو الاختبار ماهوش معناها معناها كوثيقة تلزم المحكمة، هي وثيقة من بعض بين الوثائق اللي يستنير بها القضاء، لكن القضاء عنده وثائق معناها بسمح وثائق اخرى. ثم باش نكمل جوست، نحب نقف على دي بوان خاطر يسمع فينا زاد المواطن التونسي البسيط، معناتها كل المويان معناتها اون فادير. انت قلت اول منظومه القضائيه ميزيرابل، شنو تحب تقول؟ منظومه اللي كنت نقول لك انا ما نجمش نقعد انا نتفرج في هاتي معناها كيفاش يكون القضاء، انه في معناها معناه شخص ما متهم بقضية ما يقع يتوقف معناه في التحقيق أربع سنوات ثم يخرج يقول لي بعد يسيب بعد في المحكمة يقول لي هذا وعدم سماع الدعوة، معناها ثم حاجة كي كلوش مش عادي. وبالتالي أنه تشوف لافير دوترو هذايا في فرنسا تذكروا في 2002 صارت فضيحة كبيرة حكيت عليها، هذايا ليه حكيت عليها في مديتها، ما نحكي لك شنو
معناها ما انجت هذه القضيه. لا 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 حكينا حتى على شكليه، معناتها حكينا ما انجت ومعناتها باش يعاودوا يغوفوا معناتها المنظومه القضائيه الكل. لا لا تم لا تم معناها النظر في معناها في المنظومه واصبح قضيه التحقيق ما عادش هو يوقف، هو يبحث برك. ها واش حبيت نقول، حبيت نضيف انا مش باش نرجع لفيد ديترو، سمعتكم تحكيوا فيها، لكن حبيت الاضافه انه وقتها الضوء الاحمر شعل بالنسبه لي معناها للسلطات الفرنسيه انذاك، ومعناها كامل المجتمع الفرنسي وشفتوا الحمله الاعلاميه الكبيره اللي صارت، وحتى من بعد انه فما كوميسيون تاع بارلمونتير صارت وتم الاعتذار وجابوا القاضي التحقيق اللي هو كان قال سامحوني انا نوفيس جديد خرجت من معناها من المعهد الاعلى للقضاء صغير وقتها صغير واعتذر وكان بجنبه محاميه. معناها راهي صوره نتاع حتى بتتجاوز، كي تتجاوزها تقعد لك في الذاكره يقول لك على الاقل ثم السيد قال لك انا اعتذر كقاضي، ما فماش قدوسيه بالنسبه لاي كان، يقول لك انا لا ما تناقشنيش. علاش ما ناقشكش؟ لا ناقشك انت وناقش حتى اللي تقول لي السيد النائب الموجود. ملف هزيل قدم القاضي اللي لا ما خليني من هزيل، لا مش هزيل محامي الدفاع لا 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 كبيره لا مش لا مش صحيح لا مش صحيح، لانه معناها خليني نقول انه النتيجه نتاع هذا انه ما عادش معنى المنظومه في الاجراءات نتاعهم بدلوا الاجراءات، او اصبح قاضي التحقيق يبحث ثم زوز قضاة اخرين هما اللي ينظروا في اس معناها بالنسبه للجريمه هذيك، يقع توقيف معناها المتهم او يبقى بحال سراح. والقاعده الاكثريه معناها المعمول بها انه المتهم يبقى بحال سراح حيث ريثما يتم معناها المحاكمه نتاعو عدا في القتل او في الجرائم الكبرى معناها نتاع خاصه الجرائم نتاع البيدوفيلي وغيرها، هذوما ما يتسامحش معاهم القضاء كما ما يتسامحش في معناها في المخدرات، ولكن طوروا هما المنظومه نتاعهم معناها بعد معناها النكسه اللي صارت لهم والحادثه نتاع لافير ديترو. احنا سيدي هاو عندنا لافير نتاع نقض قبل نمشيو معناها كاتاستروف اخرى، وقاعد نشتم في الرائحه نقول انه بالنسبه الى قضيه الشهيد لطفي بالعيد شكري بالعيد، قعدنا في لطفي شكري بالعيد والشهيد الابراهيمي، اخويا سامحني راهو البلاد على كف عفريت، اذا كان نسمعوا من بعد اللي سي شكري بالعيد ربما ما ما ما, ما, توف ما تمش معناها قتله، او ربما السيد هذا كان القتل على وجه الخطا معناها حتى بفرد، معناها ثم امور معناها اللي هي معناها اختيار ياسر معناها، وحتى القاضي اذا كان يقدر معناها التقدير عندي انا شخصيا ما كانش في محله، هاو باش نقول لك انا معطيات نجم تقف عليهم انت. وشنو في كمحكمه كي لقيت عندك زوز اختبارات او يقولوا ثلاثه جابوه من فرنسا، شنو مشكلك انت باش تعيط الخبراء هذوما تحرر عليهم؟ تحرر على الخبير الاولاني اللي هو مش خبير، هو بالنسبه لهذايا كان في معناها نجم تقول ماهوش طبيب شرعي، لانه كان في معناها كل طبيب نتاع الاستعجالي ما عملش تشريح، اعطى شهاده على فافيت كي يقولوا. ثم الاختبار الصحيح اللي تم في صفاقس بثلاثه خبراء معناها شو اسمهم خبراء معناها مختصين وفي التشريح، هذوما عطاو بالديتاي نتاع الديتاي وقالوا ل 57 ضربه، وهذه الضربه هذايا ادى معناها الموت ناجم عن الضرب معناها اللي معناها استهدف السودي فله معناها سي لطفي نقد. تقول لي انت في جدل وانت عندك لابريسياسيون سوفرين القاضي معاك، مانيش ندخل في هذا، لانه فينالمون شنو القضاء؟ هو معطيات، ثم ديفي وقائع، ثم وصف قانوني للوقائع معناها باش تنزل عليهم كاليفيكاسيون تقول النص القانوني لا ينطبق، لان قضيه نتاع القتل العمد مع سبق الاضمار من 201 تمشي 205 ثم تمشي 208، هذايا من ناحيه التقنيه تكنيسيتي جوريديك، هذايا حتى حد ما يدخل يقول لك انت كنيابه معناها تعطي معناها الوصف معناها القانوني، قاضي التحقيق ثم دايره الاتهام محكمه التعقيب، هذايا كل الاجراءات ما تهمش، ما يهمك كان معناها معناها نجم تقول اللي هو في التكنيسيتي جوريديك اما قاضي او محامي معناها يمارس في هذا الملف. لكن كي لقيت انت لهذا الاشكال كنت تحرر على تحل معناها حكم تحضيري وتقول الخبير الاول نسمعه، وتحرر على الخبير علاش قال السيد هذا بسكته قلبيه، وتفهم انت في الجو العام وقتها كانت موجود، لانه القضيه شنو هي المعطيات نتاعها كلها كانت معناها تجييش قبل ثلاثة ايام، وكانت ميغافون وكرهبه تدور في الشوارع،
وكانت ناس متجيشة وشفنا في معناها في شبكة التواصل الاجتماعي وحتى من أحسن معدات قناة سويسرية معناها عدات معناها سيكونس كبيرة وريت كيفاش هابت من الدروج ويقولوا أضرب منزل يتنفس معناها هذا كلهم معطيات القضاء يحطهم معناها في 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 المحكمة فيديو يحطه ويتفرج فيه ثم يسأل المتهمين بهذاك الصورة متاعك ولا لا ثم زوم على الشخص هذا ينجم يعطيك ويخرجه إذا كان ما عندكش تكنيسيتي تمشي تشوف في فرنسا كما صار في الوحدة الباليستيك متاع الشهيد شكري بالعيد هل معناها الكارتوش الكاليبر متاع 7.5 ولا 2.5 ولا إلى غير ذلك ما عندكش معناها التقنية باش نجم تجيب معناها تمشي الخبراء معناها أجانب ثم أخويا إذا كان استوفيت جميع الإجراءات والأبحاث والاستقرارات هذه وقتها كي تحكم تقول أنت نحكم بعد جميع معنا قمنا بجميع معنا هاته هذا نجم يصير في الخطر عنا أقل من دقيقة ساعة ستار أي نجم يصير هذا في الاستئناف ولا طبعا إذا كان أنت احنا المحكمة حكمت في الابتدائي ما نصورش أنا في الاستئناف والمحامين حتى يكونوا ثم مجموعة كبيرة باش تكون تلتحق لأنه الغالب أثرت النداء تونس أثر في كل شيء في السياسة في حتى في هذه القضية نعتقد أنه باش تكون معناها ربي فيك المثل في ثواني يبدو هذاك اللي عندنا نداء تونس عبد الستار مسعودي متفائل بيجات حل ولا والله متفائل أنا شخصيا لأنه بعد قابلت حتى السيد الرئيس أنا ريته متفائل لأنه باش يفاتو فير معناها باش يرجع ونقول حرام إذا كان الخلافات اللي عندنا هي ماهيش خلافات قلت جذرية وخلافات نجم تقول نجم اعتبرها سطحية وبإمكاننا معناها تجاوزها من كل واحد من شخص هو نجم يتجاوزها مشكور جدا المحامي والناشط السياسي عبد الستار المسعودي كابا فان الكلمة ليك